ولمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية فندم، يعني زيارة هامة جدا، دلالة هذه الزيارة ورمزيتها وأيضا التوقيت التي جاءت فيه. طبعا اتفق مع حضرتك ان الزيارة كانت هامة جدا، ويجب ان احنا يعني نضعها ايضا في اطار صحيح ونتوقف عند النقطة الخاصة بمنح دكتوراه فخرية لفخامة الرئيس، لأنه ده في حد ذاته كان نوع من التكريم للدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية اللي قادها السيد الرئيس بجدارة وبرصانة خلال الفترة الأخيرة أو منذ تولي سيادته يعني الرئاسة، وده يمكن يكون مبنية على قاعدة هو سيادته يعني بيتبعها منذ بداية عهده، وهي فكرة التكرار والسلام والتنمية. وعشان كده اعتقد ان احد الحيثيات اللي ذكرت بمناسبه الدكتوراه الفخريه كانت مبنيه على الاسس الثلاثه اللي هي بتقوم عليها الدبلوماسيه الخاصه والذي مارسها سيادته منذ توليه، واعتقد ان ده في حد ذاته بيعتبر يعني تكريم لمصر ولاسلوبها في حل المشاكل والازمات اللي تقف يعني امام سبيل التنميه في المنطقه. التوقيت ايضا مهم من ناحيه العالم كله، لان التوقف عند مشاكل عديده جدا وعابره الحدود كلها، زي الكورونا، زي تغير المناخ، زي الحرب في اوكرانيا، كل هذه المسائل بتاثر ولها تداعيات على الدول كلها. وبالتالي التحرك المصري في خلال الايام الاخيره هو تحرك مدروس وبيهدف الى من الدول اللي تحاول انها تقف مع بعضها البعض من اجل مواجهه هذه الاخطار الخاصه او التي تتميز يعني بانها عابره للحدود، ولا تستطيع دوله بمفردها ان هي تقوم بدرء هذه الاخطار. فانا بشوف ان التحرك الدبلوماسي المصري في هذه المرحله او في هذا التوقيت تحرك مهم له اثار ايجابيه على المنطقه اللي احنا عايشين فيها اولا، ثم ايضا على مواجهه المشاكل العالميه اللي اصبحت للاسف يعني تلقي بظلال قاتمه على البشريه بالفعل. يعني بالفعل كما ذكرت، هذه الزياره هامه جدا، شهدت الكثير من الفعاليات وايضا احداث هامه وتصريحات مميزه كثيره. شهدت منح جامعه بلغراد درجه الدكتوراه الفخريه لسياده الرئيس، وايضا التكريم الذي شهدناه امس. كل هذه لها الكثير من الدلالات الكثيرة على التقدير الكبير من قبل صربيا إلى مصر. تعريف ذلك ودلالة ذلك في وجهة نظرك؟ طبعا حضرتك لازم يعني نقر بأن هناك رصيد ضخم علاقة بين القاهرة وبلغراد على مدى سنوات. يمكن القاهرة وبلغراد قادوا فكر معين خلال أيام الحرب الباردة. احنا الان نقدر نقول ان الظروف ايضا متشابكه، ولكنها ليست حرب بارده، ولكن يمكن حرب بالمعنى الاصيل. وبالتالي ممكن هذه او هذا التوافق المصري الصربي في المرحله الحاليه قد يكون له اثار ايجابيه ايضا على محاوله دفع العالم كله ان هو ينظر الى الحلول السلميه لحل المشاكل والبعد عن استعمال القوه في حلها، لان في النهايه البشريه كلها تتاثر بما يجري في سواء كانت في حروب او في ظواهر جديده عابره للحدود. فاعتقد انه يعني الزياره تعيد الاذهان فكره ان ممكن الدول البعيده عن يعني النزاع والتنافس زي الدول الكبرى انها تستطيع ايضا انها تخط لنفسها سياسات خاصه بها قد تكون فيها حمايه كبيره للبشريه او استبداد الامن والسلم في العالم كله. فاعتقد انه التوافق اللي حصل في خلال الزياره كان مهم، وفي نفس الوقت بيعطي نموذج جيد لاحتمال ان الدول يعني نقول عليها متوسطه انها تستطيع ان هي تقف امام هذا التنافس من الدول الكبرى، وطبعا له اطار اكثر توازن وله في منفعه للجميع. بالفعل سيادة الرئيس أمس كان له العديد من التصريحات التي تحمل دلالات كبيرة. أبرز هذه التصريحات التي لفتت فكر حضرتك ودلالتها أيضا؟ يعني هو سيادة الرئيس يمكن هنلاحظ أنه في الثلاث محطات الأخيرة كان
بيخاطب العالم في موضوعات مهمة جدا. أول حاجة أنه كان بيتحدث باسم أفريقيا بمحافة كثيرة، أيضا بينبه على خطورة أزمة السد الأثيوبي وأن مصر لها منهج معين في التعامل مع هذه الأزمة، وأن العالم كله يجب أن يقف وراء هذا المنهج ويؤيده. فده أمر كان مهم جدا، لأن حضرتك هتلاحظي أن هو ذكرها في ثلاث دول حتى الآن سيرته بالنسبة للسد الأثيوبي. أيضا التأكيد على موضوع محورية القضية الفلسطينية وأهميتها، وأن يجب أن يكون هناك حل عادل لها. فده أيضا الأمر أعتقد أن هو كان يعني محور حديث سيرته في الفترة الأخيرة في الثلاث محطات اللي تمت. أيضا الدعوة للتواجد في قمة المناخ القادمة في نوفمبر، وأن يكون في مش مجرد حضور ولكن يكون في التزام وخطط إيجابية تستطيع الدول أنها تنفذها من أجل يعني وقف تدهور المناخ في العالم اللي بيأثر على البشرية كلها. فيمكن دي محاور كانت مهمة وكانت بتؤكد من سيادته بأسلوب في قدر كبير جدا من الإحساس بأنه يجب أن نقف عند الحلول السلمية ويجب أن نبتعد عن النزاع والقوى المسلحة. بالفعل، وهي تمثل أيضا رؤية المصرية لبعض القضايا الدولية والإقليمية. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.